تداعت الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني والإدارة المحلية من أجل تحذير لمصلحة لبنان، تحذير اقتصادي من أجل مصلحة لبنان. نحن مؤمنين بأنه جزء لا يتجزأ من لبنان، وأنه طرابلس والشمال هي موقع استراتيجي وهي رافعة للاقتصاد الوطني. نتمنى على كل القيادات السياسية تعيد النظر بتعاملها مع مشاريع طرابلس، وتكون مواقفها مواقف وطنية، ما يكون عندها حسابات إلا حسابات الوطن. نحن مؤمنين بشراكتنا مع الكل، مع كل المناطق ومع كل المذاهب ومع كل الطوائف، ولكن نتمنى من الكل أنهم يكونوا إلى جانب مشاريع طرابلس. طرابلس عندها كل المقومات لتكون رافعة للاقتصاد. المشاريع منهم مني من حدا، الأموال اللي تصرف على مشاريع بطرابلس أو بأي منطقة من مناطق لبنان منها مني من أي وزير أو أي مسؤول، هي من حق المجتمع اللبناني وهي لمصلحة الاقتصاد الوطني. تفاجأنا بموقف الحكومة بالجلسة الأخيرة حول المشاريع الثلاثة يلي انطرحوا حول تمويلهم. نتمنى بالجلسة المقبلة يكون في موقف إيجابي. نحن برأينا 60 مليون والمئة مليون والمئتين مليون هن أرقام كتير صغيرة من أجل إنعاش الاقتصاد بمنطقة طرابلس والشمال. نحن منشوف أنه مفروض يكون في مليارات بعد هالمرحلة الصعبة اللي مرقت فيها طرابلس. علينا مسؤولية اجتماعية وإنسانية وطنية تجاه أهلنا بطرابلس. تحتاج مدينة طرابلس لمجموعة مشاريع لتخلق فرص عمل، ولحتى القطاع الخاص يتحرك ليعمل استثمارات. مندعي هون كمان بهالمناسبة كل المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب ليجوا يستثمروا بهالمدينة، لأنه هالمدينة واعدة، هالمدينة الاستثمار فيها جيد. منستغرب أي موقف سلبي من المدينة، وما حيكون صحيح أنه نحن شعب وطني وشعب رائي، ومنحكي بالعلم، منحكي بالأرقام، ولكن منرفض أي استهتار بمطالب المدينة وإنماء المدينة وازدهار المدينة. في حال جلسة مقبلة لم يتم إقرار هذه المشاريع بطرابلس، ما هي الخطوات التي ستتخذها القطاعات الصناعية في المدينة، سيما وأن عدد كبير من هذه القطاعات أعلنت كلاسة هناك شركات إجمالا؟ نحن متفائلين بأنه هالملاحظة اللي نحن اليوم عم نلفت نظر الحكومة عليها حتاخد فيها وحتنفذ الشيء اللي عم نطلبه، لأنه هو هذا مطلب وطني بامتياز. ولكن بالطبع كل التحرك ضمن الأنظمة والقوانين من أجل مصلحة لبنان ومصلحة شعبه نحن مستعدين نوقفه، ومننا مستعدين أبداً أنه ترجع مدينة طرابلس للمرحلة اللي مرقت فيها. يعني نحن كسلطة محلية سعدنا جداً بالخطة الأمنية اللي فعلاً أكدت أنه هذه المدينة أبداً من عصية على الدولة، لا بل هي جزء من الدولة. ولكن في نفس الوقت نحن نقول أنه الخطة الأمنية نجحت، هذا شيء جيد، ولكن في نفس الوقت قلنا بأكثر من مناسبة أن هناك انكشاف اقتصادي واجتماعي في المدينة، مثل ما حكى الرئيس توفيق أنه نحن في عنا تراجع على مستوى الاقتصاد، على مستوى التجارة، والآن السواعد مشمرة حتى فعلا نقوم بمشاريع اقتصادية وتنموية للمدينة. وإلا فنحن بنكون الحقيقة عملنا استراحة محارب. الفقر ما زال موجود بالمدينة، فرص العمل ما زالت مطلوبة، وإن لم نجد فرص عمل لهؤلاء الشباب في الشارع
فيعني لا أستغرب أن يعودوا من جديد إلى الشارع. هناك مشاريع اقتصادية، فليطبق القانون على الجميع، وليطبق القانون حتى على المشاريع الاقتصادية. نحن مش ضد أبداً نطبق قانون عليها ومراعاة الجانب البيئي والجانب الهندسي والجانب القانوني، ولكن ليس من المقبول ولا بشكل من الأشكال أن تبقى المدينة رهين التجاذبات هنا وهناك على المستوى الوطني، وتبقى مهمشة على المستوى المشاريع. لدينا الكثير من الحاجة في مشاريع تنموية وبنى تحتية ومشاريع سياحية ومشاريع اجتماعية على كافة الأصعدة. هذه المدينة كانت متروكة لفترة طويلة، وأعتقد آن الأوان أن تعود وتأخذ دورها كعاصمة للشمال وعاصمة ثانية للبنان. هل يجوز الربط حضرت الرئيس بين الإفراج عن حقوق مدينة طرابلس والإفراج وحقوق مناطق أخرى، خاصة أن المناطق الأخرى قد أخذت حقوقها كثيرة؟ يعني في الواقع أعجبني أحد الوزراء قال أنه مش مع الإنماء المتوازن، وأنا أعتقد في وجهة نظر، لأنه في مناطق أخرى أخذت كثير من حقوقها من فترة وكانت المدينة غايبة عن أن تأخذ أي حق. فأعتقد حتى نعمل فعلا إنماء متوازن ويفرج عن هذا أمام ذاك، نعطي المدينة حقوقها اللي كانت منسية لفترة طويلة، وبعدين نحكي بإنماء متوازن. هذه المدينة كانت مغيبة في حين كانت المشاريع عم بتتم بمناطق أخرى. شكرا لك. كلمة جمعية تجارة طرابلس يلقيها أمين السر غسان الحسامي. كلمة كتبت هلا على وجه السرعة، ونظرا لأنه الموقف هذا تدعينا إليه على وجه السرعة. لا نسمح أن تدفع طرابلس ثمن السلم كما دفعته غاليا زمن جولات الاقتتال والعنف التي عصفت بالمدينة 7 سنوات متتالية على الإطلاق. طرابلس التي دفعت أغلى الأثمان بالأرواح والممتلكات وبغياب كلي للدولة بأجهزتها الأمنية، تنتظر من الدولة اليوم ما هو بديهي من إنماء وإيجاد المشاريع وتفعيل مرافق المدينة الاقتصادية المعطلة منذ عقود، لا سيما الإسراع بتعيين مجلس إدارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة. لذلك وبعد أن تبلغنا آسفين تأجيل كل ما يعود بدفع الإنماء وما جرى من إجحاف مستمر على طاولة مجلس الوزراء بحق طرابلس، تطالب جمعية تجار طرابلس كما سائر الهيئات الاقتصادية في طرابلس والمجتمع المدني فيه، نطالب كافة المسؤولين بالعودة عن قرارهم، مذكرين أن طرابلس اليوم أحوج أكثر من أي وقت مضى إلى الإنماء وتشجيع الاستثمارات وإيجاد فرص عمل عبر خلق المشاريع. ولا تقفل ملفات الحرب والضياع والحد من نسب البطالة الأكثر ارتفاعاً بين كل المناطق والمدن اللبنانية إلا بالإنماء. هاي كلمة شباب. نحن اليوم كتجمع رجال أعمال بطرابلس والشمال صعقنا وقت شفنا الصحف الصبح واتصلنا مع بعض الوزراء بالشمال وخبرونا بالخبرية المؤسفة أنه المشاريع الثلاثة المبتوتة لطرابلس بتمويلها توقفت. نحن اليوم بدنا نتوجه لرئيس الجمهورية يلي من كله كل الاحترام والتقدير، وبدنا نتوجه لرئيس مجلس الوزراء يلي منعرف نحن وأكيدين قديش محبته لطرابلس، وبدنا نتوجه لجميع الوزراء اللي بالشمال أصدقائنا ويلي مجموعين كلياتهم بهالمجلس. بدنا نقول لهم ليش عم بيصير هالشي، يعطونا جواب ليش توقفت هالمشاريع. اليوم خلصنا من القصة الأمنية، وهالأمن هيدا حتى يستمر بده اقتصاد. بنجي نحن اليوم في 3 مشاريع محطوطة على الطاولة لتشغل عالم ولتمشي طرابلس، بنجي بنوقفها بأي حق؟ نحن قلنا حق نعرف ليش، وهيدا بنحطه برسم مجلس الوزراء، وبنتمنى على مجلس الوزراء بالاجتماع القادم الأسبوع الجاي ياخذ هالشيء بعين الاعتبار، لأن طرابلس لن تسكت على هالشيء، والمؤسسات كلياتها رايحة إيد واحدة مع كل الفعاليات الاقتصادية بتصعيد بقلب طرابلس. وشكرا. اولا القلب على الشمال، واذا الشمال ما بيضخ دم مبدئيا البلد ما بيمشي والجسم ما بيمشي. نحن بنتاسف على القرار الكبير اللي اتاخد، ولكن نحن متعودين بهالبلد انه بناخذ قرار اليوم ونتراجع عنه ثاني يوم. ان شاء الله بالاسبوع اللي جاي مجلس الوزراء بيصوب قراره وبنرجع وبترجع طرابلس ساحة أمان وساحة عمل. وشكرا.